أحد الأئمة ما يقول يصلني أموال من الزكاة في رمضان مبالغ طائلة، حيث يقول إمام أحد الجوامع، والسؤال هل هو يجب توزيعها مباشرة توزيع، علما أنها قد تصل لبعض الفقراء فلا يحسن تصرفها، أم أن يصرفها على الفقراء بناء على أقساط طوال السنة والفواتير وغيرها؟ ينظر في هذا إلى المصلحة، فمتى وجد أهلا لها في أسرع وقت ممكن وجب صرفها لأنه مؤتمن. وأما إذا كان يخشى إذا بادر بها أن تصرف في غير محلها فلا حرج أن ينتظر حتى يجد أهلا لها. ولكن إذا تقدم أحد هو أهل لها فليعطه قدر حاجته ولو استغرق شيئا كثيرا من الزكاة. مثلا لو تقدم إليه رجل مدين ب100,000 وهو يعلم أنه صادق بأنه مدين وأنه لا يجري الوفاء، وأعطاه 100,000 من الزكاة، أي قضى الدين اللي عليه من الزكاة، فلا حرج. يعني أن بعض الناس قد يشح إذا رأى المبلغ كبيرا، وهذا لا ينبغي. صحيح أننا قد لا نوفي جميع الديون على الشخص مخافة أن يتلاعب ويهون عليه الدين في المستقبل، والإنسان ينظر في هذا إلى الحكمة. المهم أنه متى أمكن صرف الزكاة في أهلها في وقت أقرب فليصرفها ولا ينتظر، أما إذا لم يمكن فلا حرج عليه أن يؤخر.